اهلا بيكم من جديد. ضيفي وزير الثقافه الاستاذ حلمي النمنم، هتكلم معاه في ملفات كتير، يمكن اولها شعار معرض الكتاب الثقافه في المواجهه. طب ازاي في ظل قضايا حبس المثقفين بتهمه ازدراء الاديان، اخرهم اسلام بحيري، فاطمه نعوت مهدده الان بنفس المصير، هنواجهه ايضا بملفات اخرى زي تغلغل الاخوان وكتابهم وكتاباتهم داخل معرض الكتاب، ازاي ايضا بيرى هذا الموضوع وهل ممكن يكون له حل ولا لا؟ هنتكلم معاه الحقيقه في دور الوزاره في المعركه اللي بتاخدها الدوله في الحرب ضد الارهاب، فين دور قصور الثقافه المنتشره في انحاء الجمهوريه، غيرها من القضايا ان شاء الله الوقت يسعفنا ونقدر نتكلم فيها كلها مع ضيفي سياده الوزير حلمي النمنم. مساء الخير. مساء النور. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. اول حاجه كنت عايزه اتكلم مع حضرتك فيها الحقيقه هو شعار الثقافه في المواجهه واللي موجود الان طبعا ضمن معرض الكتاب، هو شعار مهم جدا سيادة الوزير. أولا كيف الثقافة في المواجهة؟ الثقافة في المواجهة لأنه مصر زي ما أنا قلت إحنا بقالنا عدة سنوات بنتعرض مش لموجة إرهابية، إحنا بنتعرض لحرب استنزاف حقيقية. عمليات إرهاب وعمليات عنف، كتير من الناس بيتصوروا إن دي زي التجربة اللي فتنا فيها في التسعينيات، ودي تجربة مختلفة تماما. في إرهاب التسعينيات كان الجماعة الإرهابية وقتها كانت الجماعة الإسلامية والجهاد، كان شغلهم موجه تحديدا تجاه وزارة الداخلية وتجاه عدد من الإعلاميين وتجاه عدد من المثقفين، وعشان كده جرت محاولة اغتيال نجيب محفوظ واغتيال فرج فودة، وجرت محاولة اغتيال الأستاذ مكرم محمد أحمد، وجرت عمليات قضايا الحسبة اللي كانت منتشرة وقتها. المرة دي المسألة مختلفة، لكن في تجربة التسعينات مثلا كانوا محيدين الجيش تماما، ما توجهوش ضده بأعمال إرهابية، بل عملية الأقصر الشهيرة كان أحد أهدافها الأساسية هو قيام بعمل عنيف تجاه السياحة يثبت عجز وزارة الداخلية وعجز النظام الرئيس الأسبق مبارك عن ان هو يحمي السياح ويحمي البلد، فيقوم الجيش ينقلب على رئيسه وعلى النظام. لكن هذه المرة الجيش مستهدف، القضاء مستهدف، كل مؤسسات الدولة مستهدفة بما فيها المثقفين والمبدعين. هو بالتالي هو إرهاب أصعب من إرهاب التسعينيات. إرهاب التسعينيات كان الهدف منه إحراج النظام لأنه يدخل معهم في تفاوض. الأمر هذه المرة الإرهاب هدفه إسقاط الدولة نهائيا وتماما، وإن اللي حصل في ليبيا يحصل هنا، واللي حصل في العراق يحصل بعد 2003، واللي حصل في سوريا والصومال وغيره. طيب الأعمال العنف والإرهاب والجرائم اللي بتتم بتتعامل معها قوات الشرطة وقوات القوات المسلحة في سيناء في مقاومة الخارجين على القانون، لكن مشكلة هذه الجرائم وهذه العمليات الإرهابية إنها بتنطلق من أفكار معينة، أفكار بعينها وتصورات بعينها. هذه الأفكار والتصورات لن تتعامل معها القوات الأمنية ولا تستطيع أن تتعامل معها، يبقى الفكر بالفكر، لابد من هنا أن تكون الثقافة ومعرض الكتاب في المواجهة. عشان كده كان اختياري لهذا الشعار. كان اختيار حضرتك لهذا الشعار؟ كان، لانه معرض الكتاب بدا الاعداد ليه قبل انا ما اشرف بان اكون وزير، كنت مشرف على الهيئه المصريه لعمل الكتاب. طيب حضرتك بتقول انه مهم كان بسبب طبعا هذه الاحداث او الوضع اللي احنا بنعيشه، مهم هذا الشعار الان انه يكون في معرض الكتاب، الشعار الثقافه في المواجهه. ازاي ممكن يتحقق هذا الشعار واحنا عندنا النهارده ما زلنا قضايا ازدراء اديان يا سياده الوزير؟ قضايا اللي حاصله اللي عندنا سبب اساسي فيها مشكله تشريعيه. احنا عندنا قوانين في قانون العقوبات وفي قوانين في الاجراءات الجنائيه، احنا عندنا قوانين بعضها بيعود للقرن التاسع عشر، ولم يعد خلاص زمن الذي صدرت فيه القوانين وأسباب صدورها تقريبا معظمها لم يكن قائمة. وعلى سبيل المثال مثلا قانون ازدراء الأديان صدر المادة 98 الخاصة بازدراء الأديان دي صدرت في عام 82 في بداية عهد الرئيس مبارك، وكان المستهدف الأساسي منها هو حماية
المواطنين المسيحيين المصريين في الصعيد، وتحديدا لما كان في أسيوط والمنيا في بعض القرى كانوا السكان يخرجوا يقوم الصبح يلاقوا أن علامات الصليب ومكتوب تحتها كلام مسيء لحقهم ومسيء لديانتهم وعقيدتهم. هذا القانون، هذه المادة هو لا يستخدم الآن أبدا بهذا الشكل، الآن على العكس رقم واحد هو بيستخدم في غير ما وضع ليه تماما. اثنين، حتى حماية الدين الإسلامي لو أن هناك مشكلة مش هتيجي بهذا الشكل، إنه زي ما الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر طلع بيان إن الفكر بالفكر والرأي بالرأي والرأي بالرأي، فإحنا لابد جزء من الموضوع يتعلق بالجانب التشريعي. ولما نتكلم عن الجانب التشريعي يبقى إحنا بنقول بشكل أساسي البرلمان، مهمة البرلمان رقم واحد هو مراقبة أداء الحكومة، رقم اثنين هو التشريع. ده طبعا واجب الحكومة أنها يمكن أن تقترح على البرلمان تشريعات بعينها، وده أظن ده من يعني مثل هذه المواد في قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية احنا تكلمنا فيها، أنا تحدثت فيها مع معالي وزير العدل ومع معالي وزير الشؤون البرلمانية سيد المستشار العجاتي في أنه إمكانية أن احنا نعمل مشروع لتعديل مثل هذه المواد، مش مادة دي بعينها. وده مش معناه حتى لا يفهم الموضوع غلط أن احنا بنقر أن يكون هناك إزراء أديان، لأنه الأصل في الأشياء أنه لا يكون هناك إزراء أديان، لكن إذا حدث ده لا قدر الله يبقى التعامل معه بشكل آخر. بشكل آخر إزاي؟ لأنه الحقيقة أنه هذا القانون لحياتك نفسك بتقول أنه هو بيستخدم في غير موضوعه، أنه هو وضع فيه زمن غير الزمن وظروف غير الظروف. الحقيقة هو الآن يستخدم بالفعل كسيف مسلط على رقاب المثقفين. ما إحنا وده صحيح، وعشان كده جزء من المسألة القضية التشريعية. اتنين، جزء آخر أنه يتكون رأي عام قوي مناصر للمثقفين وانه يتبنى هذه القضيه. يعني مثلا انا فاكر لما كنا في نقابه الصحفيين وصدر القانون 93 لسنه 95، احنا اللي صرنا ضد هذا القانون وكسبنا المعركه رغم ان كان النظام وقتها بالغ التشدد وبالغ الصلف، لكن كان جزء من ان احنا كسبنا المعركه ان احنا نجحنا ان احنا نكسب الراي العام الى جوارنا. يبقى ينبغي في هذه المعركه ان احنا نكسب الراي العام الى جوارنا، وده انا مش شايف ان ده حصل مع الاسف الشديد. في جزء ثالث انه في النهايه لما تبقى في قضيه منظوره امام القضاء ينبغي التعامل معها بجديه. بمعنى انه في نفس التوقيت اللي فيه القضايا اللي حضرتك بتتكلمي فيها كان في قضيه اخبار الادب الروايه احمد ناجي اللي نشر فصل من روايته فيها ورفعت قضيه، والحمد لله القاضي برأهم تماما، انتهى الموضوع برأها لأن كان في دفاع حقيقي ودفاع قوي. وكان في جزء الحقيقة في مثل هذه الموضوعات يتعلق بالقاضي وبالقضاء نفسه، إنه أي قانون في نهاية الأمر في تطبيقه وأي اتهام جزء من الحكم اللي بيطلع اللي هو قناعة القاضي وتقدير صح. القاضي صح. في قضية الدكتور طه حسين سنة 26 لما محمد بك نور حقق معاه كان رئيس النيابة العامة انتهى إلى نتيجة بالغة الأهمية. النتيجة الأولى أن الدكتور طه حسين أخطأ كباحث، لكن النتيجة الثانية هو لم يجد أن لديه قصدا جنائيا، لم يتوفر لديه قصدا جنائيا وبناء عليه حفظت القضية. هل الباحث لديه قصد جنائي او ليس لديه قصد جنائي ده محدش هيدخل في ضمير القاضي، طبعا دي حاجه داخل نيته، لكن ده في نهايه الامر يحتاج الى دفاع قوي ويكون عنده حجه قويه يبذل جهد في القضيه. مع وجود راي عام قوي ممكن ان مثل هذه القضايا على الاقل ما تتخسرش. طيب ده طبعا التاريخ يعني فيما يخص الدكتور طه حسين. الحاضر دلوقتي عندنا اسلام بحيري في الحبس، وعندنا فاطمه نعوت مهدده بنفس المصير وهي موجوده معانا على التليفون، اسمح لي نسمعها سياده الوزير. الكاتبه طبعا والاديبه الاستاذه فاطمه نعوت، مساء الخير واهلا بيكي. اهلا بيكي يا استاذه فاطمه. الو مساء الخير واهلا وسهلا يا استاذه فاطمه. انا مش سامعه الاستوديو خالص استاذه دي. الو ايوه انا سامعه حضرتك، سامعاني استاذه فاطمه؟ انا كنت اتمنى ان اسمع الاستوديو واسمع. الو ايوه انا معاكي يا استاذه فاطمه، معاكي واحنا معانا وزير الثقافه. اتفضلي.
اهلا اهلا معالي الوزير وكلاكما صديق عزيز. كنت اتمنى اسمع كلمه معالي الوزير قبل ما اتكلم. طيب انا هقول لحضرتك هلخص لك. طبعا سياده الوزير يرى انه بس يا ريت تعالي شوفك. انا في القطار، انا بعلي اهو قد ما اقدر. حاضر يا فندم، حاضر يا استاذه فاطمه. كان سياده الوزير بيتحدث الان انه المواد الخاصه بازدراء الاديان في قانون العقوبات، الحقيقه انه هذه المواد هي في غير زمنها، ان هي عندما صدرت كان هناك ظروف مختلفه انها تستخدم حتى في غير موضعها، وهو بيقول ان احنا في حاجه لتشريعات اخرى او لتعديلات في هذه المواد من خلال البرلمان. فانا عايزه اعرف موقفك الان ايه، وعايزه اعرف شايفه يعني شايفه المثقفين تعاملوا مع قضيتك ازاي؟ هل وقفوا بجانبك ام خذلوك؟ تمام. طيب بداية الأستاذ حلمي النمنم يعني هو ليس ناشئا عن النسيج الثقافي، وهو أحد كبار التنويريين الحاليين في مصر، وهو يعني أحد حملة مشاعر التنوير من زي طه حسين ومحمد عبد الإمام محمد عبده وميروس إلى آخره. فنحن محظوظون بوزير شهادة في هذه اللحظة الحرجة المختلة في تاريخ مصر. وطبعا هو له يعني دراسات معمقه وكتب نيره وقيمه في نقد تراث حسن البنا وسيد قطب والى اخره، ومن يقرا هذه الكتب يعرف كيف تفكر هذه العقليات الاخوانيه وكيف دمرت واطرحت كل الوان وخلافه الارهاب التي نراها في العالم. تمام. فدي البدايه. الماده التي حكم بها 98 واو من قانون العقوبات، هذه الماده اصلا هو معروفه بقانون ازدراء الاديان، هذه الماده للعقوبه يعني نشات في بدايه الامر لحمايه المسيحيين من غلاة المتطرفين الاسلاميين. صحيح. الذين كانوا وبدا في وده اللي كان بيقوله فعلا من شويه سياده الوزير يا استاذه فاطمه. أنا عايزة أعرف ده اللي كان بيقوله دلوقتي وبيأكد عليه سيادة الوزير أيضا يا أستاذة فاطمة، يعني ظروف صدور هذه موقف المثقفين منكي كان إيه؟ نعم، موقف المثقفين من قضيتك عامل إزاي؟ نعم، المثقفون الآن فقط بعد الحكم عليا وبعد قضية إسلام البحيري وقضية فاطمة نعيد بدأوا لأول مرة في تاريخهم يجتمعون ويشعرون بالقلق، رغم انني منذ عام ونصف منذ بدايه قضيتي بس لان اولئك المتطرفين وانا بعتبرهم المجاهدين الذين يعني الفقراء الى الدين اصلا، دول ضعاف جدا، لان من يواجه الراي بالرصاصه او بالخنجر او بالقضيه الدعوه القضائيه هو شخص ضعيف وفقير وما عندوش حجه، الحجه تقابل بالحجه كما قال ابن رشد. فهم ضعاف ولكنهم يستقون من فتاتنا ومن ضعفنا ومن عدم مقدرتنا نحن المثقفين والجماعه الثقافيه على تكوين جبهه صلبه، فلذلك يدخلون من تلك الثغرات. لاول مره المثقفين الان يجتمعون ويحاولون ان تكوين هذه الجبهه. ارجو ان يعني ما تكونش بس بسبب قضيه او بسبب حاجه طارئه، ولكن يكون موقف حقيقي صلب وبائس. وزارة الثقافة لا تستطيع أن تلغي حكما قضائيا، ونحن لا نطالب بإلغاء حكم قضائي لأن القضاء سيادة ونحن نحترم القضاء. القضاء والقاضي شخص محترم يقوم بتنفيذ نفس أمانه، ولكننا نطالب بإسقاط هذه المادة لأنها مادة غير دستورية ولم يعد لها مكان الآن، ومادة هلامية تستطيعين بموجبها أن تسجيل أي شخص تقدر تقول عليه بأسباب الإسلام. تمام. انا بشكر اتفضل. دعاء الاسلاميين نفسهم، انا فاطمه نعود استطيع ان اقتص من كلامه ما يجعله مدانا بهذه الماده وازدار الاسلام، لذلك هي ماده لكننا لا نفعل مثلها، لذلك هي ماده مضحكه وغير انسانيه على الاطلاق ولا تناسب دوله محترمه اصلا، غير انها ماده غير دستوريه ولا تناسب دستور 2013 2014 الذي اتخذ حوله الشعب. فلذلك سقوط هذه الماده واسقاط هذه الماده عن طريق البرلمان وعن طريق الضغط الشعبي على هذا ودور ولايه الثقافه ان تطالب فيها اسقاطها يسقط الاحكام عننا، عن الاسلام وعني وغيره.
نحن نحترم القضاء ونؤكد على احترامنا للقضاء، ولكننا لا نحترم هذه الماده، ماده 98 من واو قانون العقوبات، لانها ماده غير منطقيه وغير تمام. انا بقول لك انا استطيع تمام ان ادين بها اكبر داعيه اسلامي في العالم، بان اقتص من كلامه ما يكفي بانه الجرى الاسلامي. تمام، انا بشكرك جدا استاذه فاطمه نعود، شكرا ليكي الكاتبه والاديبه استاذه فاطمه نعود. يا استاذ حلمي، سياده الوزير حياتك من شويه بتتكلم عن انه الفكر لا يحارب الا بالفكر، وده كلام محترم جدا، وحضرتك زي ما قالت استاذه فاطمه من اكتر الناس اللي بتحارب هذا الفكر الارهابي المتطرف. احنا عندنا الان في هذه الفتره تحديدا محتاجين نحارب هذا الفكر بالفكر اللي زيه، كيف نفعل ذلك واحنا عندنا اي حد ممكن يجي، واحنا شفنا ده مثال حي في موضوع اسلام بحيري، اي حد يجي يحاول ان يواجه هذا الفكر بالفكر ممكن يجي يرفع عليه قضيه ازدراء اديان ويحبس. الرئيس قال ان هو يريد تجديد الخطاب الديني، فمن خرجوا لمحاوله ان هم يحاربوا الفكر بالفكر الان خلف القضبان. لا يعني في بالنسبه لقضيه الشاعره والكاتبه الاستاذه فاطمه نعوت، هي كانت كتبت تغريده او تويتر، صح، والحقيقة بعديها بأيام في حصل على الفيسبوك هجوم عليها، فهي كتبت بيان تقريبا شزار إنها ما قصدتش إنها تسيء لا إلى مشاعر الناس ولا إلى كذا، وبالتالي أنا تصوري قضيتها مختلفة، وقضيتها يعني محتاجة إلى بذل جهد أمام القضاء. في مسألة إسلام بحيري، الواقع الحال إن الأمر ملتبس، إنه يعني هو كان بيقدم برنامج في قناة فضائية، حصل اعتراضات على هذا البرنامج، فأنا فوجئت موقف إن القناة وقفته واعتذرت. وأنا في تصور الشخص حينما يكون الأمر أمام القضاء، فده من الممكن أن يكون قرينة ضده. يعني ما يعني أنا ما يعني شيء بالبديهي. اتنين، أنا الحقيقة في مسألة إسلام أنا ما شفتش حد وقف جنبه الحقيقة. يعني مثلا لما جينا في 2010 و2009 لما بعض الصحفيين قدموا إلى المحاكمات، المقالات اللي تقدمت للمحاكمات أعيد نشرها في عدة صحف، والله إحنا لو هتحكموا في سين من الناس حكمونا كلنا. أنا كنت أتمنى ليه محدش وقف جنبه؟ أنا كنت أتمنى في قضية إسلام إنه الحلقات اللي أثارت ضجة وجدل يعاد عرضها والناس يتناقشوا حواليها، يا جماعة اتفضلوا هذا الرجل بيقول ده، هل ده شايفين إزراء إديان؟ أنا الحقيقة القضية بتدخل في مسألة الغاز. اتنين، أنا فوجئت إنه الحكم اللي هو اللي كان 5 سنين اللي صدر، كان الحكم بخمس سنين، فلما استأنف أظن وصل إلى سنة، وصلت إلى 3. طيب الحكم ال5 سنين، إن أنا اكتشفت إنه في الحكم إنه ما فيش محامي راح تقدم، المحامي ما راحش ولا هو نفسه راح، أنا ما أعرفش ده ظروفها وخلفياتها إيه. اتنين، أنا كمان أنا ما أفهمش إن في قضية في الاستئناف إن يجي المحامي ياخد موكله يقعد معاه، طب ما انت عارف ان ده احتمال يصدر حكم ضده، فلحظتها تكون الشرطة لا يكون امامها مفر غير انها الان وفورا. يعني في جملة من الاخطاء المركبة في قضية اسلام البحيري انتهت مع الاسف الشديد ان باحث شاب محطوط في السجن. يعني الحقيقة دي مأساة، واتمنى ان لا تتكرر، ان لا تتكرر، بمعنى ان احنا دستور 2014 مثل هذه المواد لا تتناسب معه، ولا بد حين يحول هذا الدستور الى مواد قانونيه اظن ان كثير من هذه المواد سوف تسقط. اثنين، انه لما يبقى في قضيه ان احنا نتعامل معها بالجديه القانونيه، لانه حتى لما صدر الحكم انا كنت شايف اتجاهات الاراء ماشيه. يعني انا لما تيجي قضيه ما هي الاولويه لدي؟ الاولويه لدي ان سين من الناس ما يتحبسش، ان اسلام ما يتحبس، ان فاطمه نعوت ما تتحبس، ان ما فيش مثقف ولا كاتب يتحبس. لكن انا ما شفت من ردود الافعال القضيه فريق خدها لكي يدخل في هجوم على الازهر. هل القضيه الان ان اسلام يخرج ولا ان انا ادين الازهر؟ اثنين، هل القضيه الان ان انا ادين النظام السياسي ولا ان اسلام؟ ما هي الاولويه؟ الحقيقه انا شفت في ردود الافعال لم تكن الاولويه رقم واحد ان اسلام ما يتسجنش، لم تكن الاولويه رقم واحد.
لو كانت الأولوية رقم واحد كان حصل أشياء لم يحصل أخرى. على المساندة المطلوبة. لا يا فندم مش أنا ما بقولش أن المساندة، أنا بقول أنه لما يبقى متهم بزراء أديان وما شوفش ولا قناة تذيع الفقرات أو الحلقات اللي هي عملت هذه المشكلة، اتفضلوا يا جماعة هذا الرجل بيقول هذا الكلام، تعالوا نتحاور، هل الراجل ده اتظاهر، هل الراجل ده غلط، او قوم ابني رد راي عام معاه. ده ما حصلش. يعني انا طب هو اسلام في السجن، طب حلقاته اللي مسجله فين؟ ما بتذاعش ليه؟ يعني نصر حامد ابو زيد لما كان عنده قضيه كانت كل دور النشر المصريه والعربيه بتطبع كتب وتنزلها. ده فين؟ ده ما حصلش ليه في حاله اسلام؟ انا الحقيقه يعني في اشياء كتيره انا مش فاهمها. يعني انا ما شفتش كان زمان في اي قضيه وكنا يعني كان موضع تندر كان زميلنا الاستاذ محمد عبد القدوس مقرر لجنه الحريات في نقابه الصحفيين يطلع بيان نقابه المحامين وهي نقابه مهمه فيها لجنه الحريات، انا ما شفتش ايه موقف لجان الحريات في هذه المساله. مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في حريه الراي والتعبير فين هي؟ ما بتتكلمش، ما حصلش حاجه. زي ما حضرتك قلت قضيه اسلام في حد ذاتها هي غريبه ومحيره ومحيرة فيها يعني فيها الغاز كتيرة، واللي دفع الثمن هذا المسكين اللي قاعد في الزنزانة الحقيقة، واللي أخذ على عاتقه أن هو كان يظن أنه يجدد الخطاب. طيب ويظل في النهاية بكرر وبقول في الفكر باستمرار حق الخطأ، في شيء اسمه اللي أرسال حكم الدكتور طه حسين هو حق الخطأ، أن الباحث أخطأ لكن ليس لديه قصدا جنائيا. أكيد وده الحقيقة التعبير الإسلامي، من اجتهد وأصاب فله أجران، من اجتهد وأخطأ فله أجر. يعني الإسلام الحديث النبوي أعلى من هذه القيمة، قيمة الثقافة الإنجليزية والثقافة الغربية اللي هي بتقول عليها حق الخطأ. يعني اللي كانوا زمان متعلمين في الجامعات البريطانية يقولوا احنا أولاد اتربينا في جامعات بتقول زرايت في قرر حق الخطأ. طب أنا بقول ده، أنا مش بقول حق الخطأ وكمان يأخذ درجة عند الله سبحانه وتعالى. طيب أنا علشان بس قبل ما وقتنا ينتهي أنا عايز أتكلم عن أصول عن معرض الكتاب. سيادة الوزير، معرض الكتاب شعار مهم جدا زي ما اتكلمنا فيه في البداية، ولكن هناك من لاحظ أنه هناك كتب لبعض، طبعا كتب يعني لبعض الكتاب الإخوان، عندك عصام العريان، عندك سيد قطب، في مقدمات لا. لبعض ما فيش لسيد قطب. لا 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 لا, لا. عشان بس نحط أنا بقول من الوارد أن يكون في سور الأزبكية اللي بيبيع كتب قديمة قد يفلت كتاب هنا أو هناك. أما معرض هذا الكتاب كل دور النشر التي تنشر هذه الكتب منعت من دخول المعرض، وأنا اللي خدت القرار وخدته بناء على تقرير اللجنة القضائية اللي بيرأسها المستشار عزت خميس، بعت لنا جواب أن هذه الدور دي بتنشر هذه الكتب وبتنشر هذه الافكار طبقا لهذا، وانا لان ده يعتبر يعني هناك اجراءات اتخذت كي لا تدخل الى المعرض. يا فندم اتخذت من البدايه من البدايه وفقا لهذا القاعده. هناك دور نشر غير مصريه وموجوده في الخارج بتنشر هذه الكتب وبتنشر كتب بتحرض على الصراع المذهبي وكل هذه الاشياء، وايضا بناء على تقارير علميه والجهات الرسميه في الدوله احنا قلنا شكرا مش هتشتركوا. فده فكره بقى انهم ان الكتب دي موجوده وان في دور نشر وكذا وكذا، هذا الكلام مش صحيح. لكن من الوارد ان يكون في كتاب هنا او هناك، اما ان انا اقول انها موجوده في المعرض يعني ده وارد ان يكون حدث. لكن انا تصوري الشخصي ان مفيش ناشر في المعرض، بالعكس انا جزء من سعادتي ان هذا المعرض عامل اقبال حقيقي السنه دي، وأن دور النشر اللي كان بيتقال لنا على مدى 20 سنة ديت اللي بتجيب الباعة واللي بتجيب الجمهور واللي بتعمل ما لم تشترك، ومع ذلك جمهور المثقف وجمهور الثقافة هو اللي جال المعرض. تمام. طيب يبقى أنا في النهاية عايز أعرف من حضرتك أصول الثقافة إيه الدور اللي بتقوم بيه سيادة الوزير علشان تنشر الوعي؟ أنا حضرتك اتكلمت في البداية عن أهمية أن يبقى فيه كمان وعي لمواجهة الأفكار المتطرفة. مش بس أصول الثقافة اللي عليها دور، كل هيئات وزارة الثقافة عليها دور. فيما يتعلق بسؤال حضرتك أصول الثقافة أنشطتها معروفة، أنا بقول عشان هي منتشرة في كل أنحاء الجمهورية، مش قوي يعني مش احنا عندنا 4000 قرية، أنا عندي أصول الثقافة اللي شغالة أقل من 500.
طبعا يعني انا ما هو اصل فكره انها منتشره في انحاء الجمهوريه ده كلام احنا لان اللي انا شايفه ان بيتقال كلام عن الثقافه الجماهيريه في كثير من المبالغات. انه تجربه الارهاب في التسعينات ما شفناش ما كانتش الثقافه الجماهيريه لها دور كبير في مواجهتها، لكن مثلا لما حصل في اسيوط اللي حصل عشان كده الفنان الكبير عادل امام نزل اسيوط وقتها وعمل عرض وقتها. وبالتالي هذه المواجهه لاحظي حضرتك انه لما بنتكلم على الكتاب وبنتكلم على الدراسات العلميه والدراسات النظريه ده كله جميل، بس انا في مجتمع في حاجتين عندي حوالي 40% اميه ابجديه، اتنين الاميه الثقافيه نسبه مش قليله، وبالتالي احنا تركيزنا في ده على الفنون بشكل اساسي. لان الفنون مش محتاجه ان لازم علشان ان حد يشوف مسرحيه مش لازم يكون معاه شهاده محو اميه ويكون بيقرا ويكون مثقف. هيئه اصول الثقافه عندها الكثير من الفرق المسرحيه وموجوده في محافظاتها بتعمل فيها. احد المشاكل ان هم بيعملوا داخل القصور. طيب هذه القصور مزدحمه بموظفين فغالبا ان هم اللي بيشوفهم. وبالتالي احنا عملنا فكره الانفتاح على المجتمع ان يبقى فيه بنرجع تاني مسرح الجمهوريه. وعاملين اوبرا في الصعيد صحيح سياده الوزير؟ مش بس اوبرا في الصعيد، انه انا بتكلم باستمرار احنا بنتكلم كتير عن العداله الاجتماعيه وما عملناش العداله الثقافيه. العداله الثقافيه احنا مع الاسف الشديد عملنا تقسيمه غير عادله، ان القاهره عندها دار الاوبرا المصريه وعندها المجلس الاعلى للثقافه وعندها معرض الكتاب وعندها كل المؤسسات الثقافيه، ويا دوب المحافظات عندها اصول الثقافه. وهذه وده ادى مع ترهل اداري الى ان القصور انعزلت والمؤسسات اللي هنا انعزلت واصبح في شعور بالغبن. ثانيا ان احنا لم يعد يليق بنا انه الخديوي اسماعيل اللي ساب مصر 1879 عمل دار الاوبرا المصريه 1870 افتتحت 1870 واحنا قاعدين بنفس الدار الى اليوم. فخدنا موافقة الحمد لله من لحظة أنا ما جيت من السيد رئيس مجلس الوزراء وافق لنا على إنشاء دار أوبرا الأقصر. وإحنا دلوقتي في تخطيط ليها وسوف يبدأ العمل فورا. اتنين أنا رايح بورسعيد بكرة لأن في خلال شهرين سوف نفتتح دار أوبرا بورسعيد. هايل. وده أنا لازم أحيي سيد محافظ بورسعيد وأحيي القوات المسلحة المصرية. القوات المسلحة المصرية في قطعة أرض كانت شاغرة تماما خلف محافظة بورسعيد بنت فيها مركز ثقافي. أنا رحت لقيت كان معمول في مسرح، أنا لقيته يسرح دار أوبرا وهتشوفه بكرة أنا والدكتورة إيناس عبد الدايم، وقريبا في خلال شهرين أو ثلاثة بكتيره نفتتح دار أوبرا بورسعيد إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك وبحيي المثقف الأستاذ حلمي النمنم قبل الوزير بشكر. أيضا بنفخر بحضرتك. شكرا ليك وشكرا لحضراتكم. تصبحوا على خير وبكرة انتظروا زميلي الأستاذ محمد مصطفى شردي ويوم بيوم الساعة 8. استنوا.